السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. هيونداي إيديس في هذا المشكل هذا ديال ترعاد تبقى كتكسير إذا سمع هر 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 ما كتقريبا كتكسير بوحدها في هذا الديراطاج. المشكل عندنا هو هذا البابيون هذا ملي كيتوسخ هو اللي كيدير لنا هذا المشكل هذا. غادي نحلو غادي نقيو أول حاجة كنحلو هاد الدوريت هادي اللي غادي الفلتر اير نحيدها ناسقة نحيدها من هنا كما كتشوفو غادي نحيدو هاد الفيش هذا هو كما كتشاهدو غادي نحيدو الفيش الاخر غادي نحيدو الكابل ديال الاكسيراسيون ديال الاكسيراسيون نحيدو حتى هو ساهل من بعد ما كنحيدو هاد الدوريت هادا خصنا نحلو هاد لي فيس هادو بربعة تيكونو هنايا بالساروت عشرة كنحتاج كنحلو هاد الدوريت هادي باش عطينا كاع اتساع باش نخدمو مرتاحين نحيدوها كاع لاصقة شوية مع المرة محلولة نقرصو عليها كندخل في الريفيس واحد شوية باش تحيدنا ساهلة من بعد كنحلو هاد الدوريت هادي ديال الماء لي داخلة لهاد البابيون هاد التيو صغير نحيدوه حتى هو نحاولو نحركو شويه بالطورنيفيس باش يخرج ساهل كما كتشاهدو ها هو هنا غادي نجيبو صارت عشرة ونحلو هاد البولونات هادو كما كتشوفو معايا ساهلين ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة نحلو الكروات نحيدو الاول هو حيدناه نمشيو للثاني هاهو الثاني نجيو هنا للثالث هاهو الثالث هاهو تاهو حيدناه كنشوفو بولون فيها جوج كروات و جوج بولونات كاينين جوج كوجونات جوج بولونات لي كوجون كيركب فيهم الكرو و لي بولون راه عاديين لي دو بولون هاهما كنحيدوهم الرابع هو كنجرو البابيون ديالنا كنحيدوه كنلقاو هاد الدوريت هادي ديال الما حتى هي لاصقة من التحت صغيرة هاد أخرى ما فيه جوج تيوات ديال الماء كنحيدوهم غادي نحيدو هاد الأخرى حتى هي ديما كنقعدها واحد شوية بالطرنيفيس حيت لاصقة هي تزعزع واحد شوية صافي كتخرج ساهلة نحرك هكاك باش تخرج لك ساهلة شتيها كما كتشوف كما كتشوفو هذا هو البابيون ديالنا عندنا فيه المشكل كما كتشوفو الوسخ كي دايرة هاهو شي كحل من الداخل او من هنايا شوف الوسخ كي داير هذا ميخليش يسد مزيان شوف كي تيولي شوف الوسخ ها كيما كتشوفو معايا موسخ بزاف كنحيدوه و كنغسلوه نجيبوه و كنغسلوه نديرو لهاد البرودوي هذا باش يتنقى البرودوي دغيا كينشف شوف 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 الوسخ لي فيه
مشكلة مشكل كبير هذا. شوف شحال ديال الأوساخ خارجة منه، أوساخ كثيرة بزاف. غادي نقيو مزيان باش يولي كيسد مزيان، مبقاش كيدوز الغير باش مبقاش إدارات الموتور يتحرك. هذا ديفو معروف الايديس، الايديس معروف على هذا المشكل هذا. لما تشعل البوله ديال لانجيكسيون في الطابلو كيبقى الموتور تيهرهر تيكسيري بوحدو وكيدير راتي الموتور. هذا هي اللي تدير المشكل، هو هذا البابيون هذا. كنقيو خاص يتنقى مزيان باش ما يبقاش عندنا المشكل الموتور كيتحرك إيديراتي. متنساوش الاخوان ضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بجديد ان شاء الله باذن الله تعالى. شوفوا شحال ديال الاوساخ خرجت منه، وسخ كتير بزاف، موسخ نيت. اوه شوف 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 شحال ديال الوسخ، بزاف هادشي بزاف، وسخ كتير هذا. كتشوفو معايا هو بدا كيتقطع، بدا تيبان. نشلي له هو من بعد ما نقيناه. شوفوا كي ولا كيبان تبارك الله نقي مزيان، ما كاينش المشكل كما كتشوفوا انتوما، ولا تقريبا جديد. كما كتشوفوا ناضي، وكنمشيو الطوموبيل غادي نقيو ليه بلاصتو مزيان. كتشوف موسخة بزاف، شوف الأوساخ شحال فيها، شوف 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 مشكلة صح، وسخ كتير. غادي نمسحو مزيان مزيان. ما تنساوش إلا كنتو تدقيو عندكم تنساو هاد الشيفون تمايا مشي يدخل لا ديميسيون، يدير لكم المشاكل. هذا بنادم خصو يرد له بال شويه. موسخ بزاف، لا إله إلا الله، رسول الله خير الكلام. مسحوا لي بلاصة الجوان، جوان طريق كما كتشوفوا هو جوان طريق لاصق في بلاصتو، الجوان بقى لاصق في بلاصتو. فيري فيه جوان واش ما مقطعش مزيان، واش هذاك بلاصتو نقية ونمشي هو هذاك. دابا غادي نجيبو البابيون ديالنا بعد ما وجدناه، غادي نركبو ديك الدوريت اللي حيدنا الأخرى اللي هي التحتانية، ركبوها هي الأولى باش جينا ساهلة باش ما نتعنفجوش معاها في الأخر. غادي نركبوها سهلة كما كتشوفو، بان ستات ورق على الكولية كتركبها سهلة.
ديرونجي هذيك الدوريد الاخرى صغيره وخال بلاصي والبابيون في البلاصه ديالو المكان ديالو فوالا كيما كتشوفوا ما تنساش هاد الكوليه باش ما يكونش عندك الفويد ديال الماء عرفنا البالونات اخويا هاني بلاصي والبالون غير الاولاني نرى الثاني هو هذا مرنا سيدي الكروات ها هو الكرو ديال التحت كاين شويه البرد يجينا كرمالين شويه من بلاصي ولا اخر فوالا غادي نزيرهم نوصلهم كنوصلهم هكا كنوصلهم كاملين عاد من بعد كنزيرو باش ما يتبلاصاش لنا شي حاجه عوجه دائما بلاصي وصل عاد بلوكي ماشي توصل واحد وتبلوكيه باش ما يتفرونش ليك الاخرين يتبلاصا عواج ولا شي حاجه لا ملي كنوصلهم كنزيرو مكاينش مشكل هذا زير هادي واحد كونتر واحد باش تزير البابيون مقاد ديما زيار واحد كونتر واحد هنا غنمشيو لاخر الثاني هذا اونفاس معاه كونترير نبلوكيوهم مزيان باش ما يدخلش اللير فوالا من بعد كركبوا الكابل ديال الاكسيليراسيون اكسيراتون هو ساهل يدخل في هاد التقيبة هكا ديالو كتلقاو مع هاد المسار ديالو هكا هاد السكة ديالو تيطيح ساهل كيما كتشوفو انت مكسيري تيتحل عادي داكشي مزيان نقي ناضي كيما كتشاهدو مكاينش لصق غادي نركبو هاد البريزة هادي عند هاد البابيو مهم يكون نقي راه مشكل يتحكم في لارانتي وكلشي مزيان نركبو هاد البريزة حتى هي باش ميكونش عندنا شي مشكل كنزكيو هاد الفلتر هيا تا هو غادي نجيبو هاد الدوريت لي حيدنا هادي بدينا بها هي الاولى غادي نبلاصيو لها هاد الدوريت الصغيرة ديالها هي صغير يعني ما كتشوفو ها هو غادي نجيبو بانس غادي نركبو الكلية في بلاصة ديالها فوالا او كنبلاصيوها عادي جدا تركب في بلاصتها مزيان صافي تحل هاد الكلية شوية فوالا غادي نزيروها عندك تنسامح لولا زيرو طري بيس ميريكان والله عشرة بحال بحال داد الكولية فيها بلاصة الساروت وفيها بلاصة طرني بيس اللي يعجبك طاحور زير باش ما يعجبك هكا كنكونو ركبنا كلشي ان شاء الله باذن الله تعالى كلشي هو هذاك وغادي نمشيو ونديماريو الطوموبيل باش نجربو المسائل ديالنا واش هما هادوك هنا من بعد ما ديمارينا ناقصة تاع الزيت بزاف
داش لا الفولون رشاش فاز سبعة ونص هكا كيما كتشوفو الموطور ها هو زايدين مزيان مخير ما كيدير راه فين والو الغارانتي ديالو عادي ماشي كيف انا عندنا مشكل غندير عطاك الموطور فيه الفرق ما تنساوش تابونا معنا في لاشين الاخوان اللي عجبكم الفيديو ونشوفوكم ان شاء الله.